فأرسلوا إلى الشيخ وجاء الرد أيضا، قرأته رد الشيخ قال أما أنا فلا أعتذر ولكن أرسل من جهتي الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. جاء الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ومن الدولة الظاهر إيعاز أن يكون السفير يأتي أيضا، فجاء حمد الشبيلي في تلك الأيام كان ضخم جدا وطويل فارع، فكان جاء للافتتاح وحسر الافتتاح في الليل. يعني الآن بدأت سلسلة المحاضرات للعلماء، فجاء أعطوني هذا الذي يسمونه إيش يسمونه الشعار يعني تنظيم الصفوف الجايين مرة وكذا. لكن كان جاء طلبة من مو من أقراننا وأخرجوني من هناك من الصف ومن العمل، قالوا نشرب شاي، رحت أشرب شاي، ففي هذه الأثناء ينادون وصي الله في أي مكان يكون يحضر على المنصة، وأنا خفت والله. قلت لأني تركت لأنك تركت التنظيم وذهبت إلى الشاي. فخفت قلت لأنه، فلما رحت وكانوا يبحثون عني أمسكني واحد يجرني مثل الغنم، تصور عكذا فين تعال فين أروح؟ تعال أنت الله يهديك أباك. والسفير السبب أن الشيخ بن باز الله يرحمه أمر الشيخ عبد القادر أن يختبر أو يقابل منا أربعة، قال للمسؤولين أربعة من الطلاب الجيدين، والشيخ أمرني أن أقابل وهم يدرسون في الجامعة. ما كنت أتصور أبدا، وأنا أصغرهم في الحقيقة أصغرهم، لأن الشيخ عبد الحميد كان تخرج الذي اختاروه. وثلاثة اثنين منا أيضا كانوا في قبلنا بسنة ما تخرجوا، وأنا في آخر سنة عالمية تخرج أدخل في الفضيلة، فسنا أيضا كنت يعني أصغر، فاختاروني لأجل المقابلة لأجل الدرجات السابقة في الرحمانية. وهنا ما شاء الله. فعلى كل حال السفير والشيخ عبد القادر ينتظرون بسيارة، أول مرة أشوف سيارة مرسيدس طويلة كذا سوداء، وينتظرونني على باب الجامعة اللي فيها يعني الشرطة وكذا. قالوا لهم روحوا وأنا نجيب الرابع. قال لا الرابع وصير عشر دقائق انتظر في الشارع. انتظروه في الشارع وأنت في الشاي. إيه، فلما وصلت دفعوني في السيارة، فكأني فهمت شوية كذا. فلما أخذونا إلى كلارك، فندق كلارك هناك أعلى فندق، فقدمونا جزاهم الله خير فستق وحاجات ما شاء الله، يمكن بيبسي أو جاي. وبعد ذلك بدأ الاختبار وبدأت المناقشة، فكان اثنين من مسؤولي الجامعة جالسين بجانب الغرفة، والشيخ عبد القادر هنا والسفير هناك، فيسألنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، فقالوا لي الشيخ يحيى، قال لما خرج قال مبارك يقول الشيخ عبد القادر أصغرهم أحسنهم. ما شاء الله. لكن هذا أفادني هذا الشيء، كيف ذلكم؟ لما جيت خرجنا وانتشر الخبر أن هؤلاء رايحين المدينة، ما هو شيء صغير، شيء كبير جدا، رايحين المدينة يدرسون في الجامعة الإسلامية، والجامعة الإسلامية كان لها الظاهر أربع سنوات مضت نانو الدفعة الخامسة الثانية دخلنا الدفعة الثانية صحيح، لأن تخرج ناس في تلك السنة الثانية. فبدأوا يحاولون كلهم يهجمون عليه، وصي الله صغير لسه ما تخرج من الفضيلة، تخرج من العالمية في مرحلتان وما تخرج من الفضيلة، ترسلوا في مبادئ ويحاولون منها يحاولون يمنعوك من السفر. اي نعم، يحتل مكان الثاني. الله المستعان. وما تشاؤون ان شاء الله. كنت خايف. فجاني الشيخ محمد الزبير رحمه الله ودخل، انا في الغالب بعد العصر كنت اكون في البيت، ثم اخرج قبل المغرب الى المسجد، مسجدهم يصلون فيها كلها. فجاني في الغرفة وقال لي إيش رأيكم؟ يعني أنت إن شاء الله نرسلك فيما بعد، والآن نرسل أحد آخر مكانك وكذا. فأنا